بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فيض نعمه وجزيل إحسانه وعظيم رحمته بعباده، والصلاة والسلام على من شغف القلوب شوقا لرؤيته وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم وبيض الله وجوهكم ونضر الله أيامكم وأعمالكم بكل الخير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مراجعات، نتحدث فيها عن الإشاعة وخطرها على المجتمع بكافة أطيافه وأفراده، ومن عرابها في كل زمان ومكان، وما الغرض من ورائها. هذه الأسئلة وغيرها سنتناولها في حلقة هذا اليوم مع ضيفنا فضيلة الشيخ جمعة حمدان المحاضر في جامعة القدس المفتوحة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بداية يعني بين الحين والآخر نسمع إشاعات تبث وتنشر وأكاذيب ترسل وتبعث، سواء بين الناس بشكل مباشر أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ما هو موقف الشريعة الإسلامية من ذلك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. حقيقة أخي الكريم أن الموضوع الذي طرحته موضوع هام جدا لما يترتب عليه من خطورة. فالإشاعات خطر عظيم ومرض فاحش، ولها من الآثار السلبية على الأفراد وعلى الأسر وعلى الجماعات، وتصل الأمور إلى الدولة وإلى الأمة بشكل عام. فكم من حروب وكم من مصائب كانت بسبب هذه الإشاعات. الإشاعات أهلكت كثير من القرى وأبادت كثير من الجيوش، وكم أوغرت من صدور الناس، وخربت بيوت، وشردت أطفال، ورملت نساء، وطلقت نساء بسبب هذه الإشاعات. الصراع بين الحق والباطل مستمر منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها، والإشاعات من الأساليب التي يستخدمها الباطل لمحاربة الحق. الإشاعات، والباطل لا يفتر أبدا في استخدام مثل هذه الإشاعات، وخاصة أنه يستخدمها ضد أناس على يقين أنهم قد يكونوا خيرا من أولئك الذين يشيعون على هؤلاء الناس ما يشيعون. الباطل يستخدم الإشاعات ليصد الناس عن الحق وعن أهل الحق ويشوه أهل الحق. والإشاعات استخدمت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منها في حادثة الإفك، واتهم قبل الإفك، قبل حادثة الإفك اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب، أشاعوا أنه كذاب، أشاعوا أنه ساحر، أشاعوا أنه مجنون، وهو عليه الصلاة والسلام بريء من كل ذلك. حادثة الإفك جاءت بعد ذلك، وكانت يعني قضية الإفك قضية خطيرة جدا، حيث اتهمت فيها أشرف النساء الأرض، عائشة رضي الله عنها بنت الصديق زوجة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصديق، أن تتهم تلك المرأة الشريفة العفيفة النظيفة الطاهرة أن يساء إلى بيت النبوة. فالإشاعات أمر يعني يستخدمه المغرضون في كل زمان ومكان، ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، يعني كما تفضلت بأنه حتى النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق لم يسلم من هذه الآفة يعني الخطيرة، لكن المشكلة كما تراه في واقعنا الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال تجد أنه على الفيسبوك إنسان يلفق خبر ويضعه، تجد الكثير من الناس ينصاق وينجر وراء هذا الخبر من تعليقات أو نشر هذا الخبر، كما حصل أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك أن بعض الصحابة قد وقع حتى في هذا الخطأ. نعم. وسائل الاتصال الحديثة إذا لم يكن هناك وازع ديني عند من يستخدمها، فقد يؤدي ذلك إلى دمار وإلى إساءات عظيمة. نحن يعني من أجل
نحن لا نستطيع، يعني ليس في تصوري أن هناك وسيلة لكي نضبط قضية التواصل الاجتماعي وما يكتب في الفيسبوك وغيره من وسائل الاتصال، ولكن أنا أقول أن العلاج الأساسي لكل مثل هذه الأمراض هو أن ننمي ونربي ونزيد من الوازع الديني عند الناس. لابد أن نزرع ونغرس تقوى الله سبحانه وتعالى عند هؤلاء الناس. الله سبحانه وتعالى يقول، يخاطب المسلمين ويخاطب غير المسلمين، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم. يعني حتى هذا الذي يشيع هذه الفاحشة على غيره هو لا يتمتع في هذه الدنيا، وإن أمهله الله سبحانه وتعالى قليلا ولكنه سينال عقابا، إن لم يكن في الدنيا فسيكون ذلك في الآخرة. انتشار الإشاعات في مجتمع هذا مؤشر سلبي، مؤشر سلبي. إذا أردت أن تعرف مقدار الوعي عند أي شعب من الشعوب، عند أي أمة من الأمم، عند أي إنسان من البشر، فلا بد أن ننظر إلى أثر الإشاعات عنده. الإنسان السطحي، الإنسان البسيط السفيه، اللي إذا ما سمع أي كلام يردده، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك فقال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. لا يجوز لك أن تحدث بكل ما تسمع، لا بد من التحقق. إن جاء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، لأن الكلمة إذا خرجت لا تعود، ومن هنا قد تسيء إلى إنسان وتؤدي إلى دمار وخراب بيوت، ومن هنا لابد من التركيز والتأكيد على مثل هذه الأمور وعدم الانجرار وراء أي كلام، خصوصا في عصرنا، عصر انتشار وسائل العلم، عصر انتشار وسائل الاتصال، عصر قلة الدين في غالب الأحيان، وهذا كله. طب ما هو المطلوب من الناس في التعامل في نشر، في حينما تنشر الإشاعة؟ الحقيقة أنه قبل التعامل مع الإشاعة، أنا أريد أن أقف ولو بشكل سريع حول الأخطار التي قد تنجم عن مثل هذه الإشاعات. أنا أريد أن يعي المستمع لمثل هذا البرنامج الطيب بإذن الله تعالى أن يعي خطورة الأمر الذي هو قد يستهينه، قد يتسلى مجرد الكلام، يقول لك أنا يعني أتسلى، بضيع وقت في هذا الكلام، أنا أمزح. لا، هذه أمور حرم الله سبحانه وتعالى مثل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل، والمقصود الرجل والمرأة، يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وبالمقابل الكذب والإشاعة كذب. كلمة إشاعة تعني أنك تتكلم كلام ليس حقيقة، وبالتالي لابد حتى لو كان الكلام حقيقة، حتى لو كان حقيقة ويسيء إلى آخرين، لا يجوز أن ينشر، لا يجوز. لا يحب الله الجهر بالسوء. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء، والإشاعة سوء، إلا من ظلم في قضية من القضايا أمام القاضي لرفع المظلمة، هذه قضية أخرى. الأخطار والمصائب التي تنجم عن الإشاعات والتي يعني نعايشها ونعانيها، أولا أنها تعمينا عن الحق. الإشاعة تخفي الحقيقة، وهذا أمر خطير، وتبعد الإنسان عن الطريق المستقيم وتجعله يسير في خط معوج ويجري وراء. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال: لا يكن أحدكم إمعة. لا يجوز للإنسان المسلم أن يكون إمعة، بين قوسين بمعنى طرطور. لا يجوز للمسلم أن يكون إمعة، إنما يجب أن يتحقق. حتى لو تحقق ووجد الأمر صوابا، إذا كان يترتب عليه إساءة، إذا كان الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ترتب عليه منكر أكبر فلا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فما بالك بكلام فيه إساءة. فالأمر الثاني من الأخطار الناجمة أن ضرر الإشاعة أشد من القتل. القتل أخف من الإشاعة. لماذا؟ لأن القتل يكون لشخص واحد، قتل شخص واحد من الأمة، أما الإشاعة فتقتل جمعا من الأمة، وربنا سبحانه وتعالى سماها فتنة، قال: والفتنة أكبر من القتل، وفي آية أخرى: والفتنة أشد من القتل. كما أنها تعمل على شق المجتمع المسلم، وهذا نحن كفلسطينيين خاصة نعيشه. إذا شق الصف المسلم يضعف المسلمين، وهذا يصب في خانة العدو. كلما كان الله سبحانه وتعالى ما خاطب المسلمين كأفراد، وإنما خاطبهم كأمة: كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة. فالإشاعات ضد بعضنا
تؤدي إلى تفريق الصف وإضعاف الصف المسلم، وهذا ما حذر الله تعالى منه. ثم أن الإشاعة والفتنة مطلب المفسدين، هم الذين يشتغلون على هذا، يعني يضرب أحدهم فتاشا يمينا وفتاشا شمالا، فيشتغل أهل اليمين بأهل الشمال وهو يقف متفرجا عليهم ويستفيد من ذلك. أكيد شيخنا الفاضل، أكيد يعني كل زمان لهذه الآفة عراب. نعم. ما هي صفات ذلك العراب الذي قد يتصف بتلك الآفة ويحرص على نشر الإشاعة بين الناس لشق صف الواحد؟ نشر الإشاعة من أي مصدر، هذا مؤشر على أن إيمانه فيه خلل. إيمان من يشيع ضد المسلمين أي إشاعة، قلت لك حتى لو كانت صحيحة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والكلمة محاسب الإنسان عليها. حتى عندما جاء رجل وتكلم في حضرة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الخامس، تكلم أمام الخليفة عن إنسان آخر، فقال هو يريد أن يتقرب إلى الخليفة بهذه الفتنة بهذه النميمة، فماذا قال له عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه؟ قال له اختر إحدى ثلاث، الأولى أنك إن كنت كاذبا فأنت هماز مشاء بنميم، وإن كنت صادقا فأنت فاسق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن شئت فالثالثة. قال له ما الثالثة يا أمير المؤمنين؟ قال له ألا تعود إلى مثل هذا أبدا. قال له الثالثة يا أمير المؤمنين، إذا كان صادقا فهو نمام، وإذا كان كاذبا فهو فاسق، وبالتالي هذا لا يصدر من إنسان مسلم. لا يجوز للمسلم أن يحقق لنفسه مكاسب على حساب الإساءة إلى مسلم آخر في عرضه، في شرفه، في ماله، في وظيفته، في أي شكل من الأشكال. الإنسان المسلم أمين وصادق، والرسول صلى الله عليه وسلم اتصف بالأمانة والصدق. جميل. قبل الرسالة. طيب تناقل الإشاعة، نعم، هل هو يعني يعد موجب للفسق؟ وإن كان يعني يعد موجب للفسق لمن يعني ينشر الإشاعة، نعم، فلو نظرنا إلى وضعنا الحالي على سبيل المثال في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، نجد إنسان مثلا يأتي بخبر قد يكون مكذوب، وتجد الناس كثير من الناس يعلق على ذلك الخبر، الذين انجر وراء هذا الخبر هل يدخلون في هذه الدائرة؟ شو القضية؟ يعني لا أرى أن هؤلاء الناس بنفس المستوى. نعم. لأن هناك من الناس من ينجر لجهله ولعواطفه ولأمور من هذا القبيل، ولكن هذا ليس عذرا له، هو آثم قطعا، هو آثم قطعا، وقد يصل إلى مستوى الفاسق. الإنسان الفاسق هو الذي يرتكب يعني ما يخالف الله سبحانه وتعالى في شرعه بغض النظر عن الدرجات، ولكن الفاسق الأكبر الذي يستحق أن يوصف بهذا الوصف وأن يتصف بالصفات التي تكلم القرآن عنها أو تكلم القرآن فيها عن الفاسقين، والإنسان اللي خطط لمثل هذا. ثم إنه لابد أن يكون عندنا الوعي إنه أنت، الله سبحانه وتعالى يقول لنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت عندما تكتب في هذا الفيسبوك أو غيره، إذا بتكتب أي كلمة أنت ستحاسب عليها إيجابا أو سلبا. نعم. قد تأمر بالمعروف وقد تنهى عن المنكر، وقد تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. ولذلك أنا أريد أن ألخص واجبات المسلم تجاه الإشاعات، ما هو واجبنا تجاه أي إشاعة. إذا سمعت أي كلام لا يجوز، يعني مجرد أن أقول أنا سمعت كذا عن فلان، هذا نشر للإشاعة. نعم. لا يجوز، حتى كما قلت لو كان صحيحا، إذا لم يكن هناك فائدة من نشر مثل هذا الكلام فلا يجوز أن ينشر. أول أمر واجب علينا تجاه الإشاعات التثبت من الأخبار، وهذا أمر رباني، كما أمرك الله بالصلاة أمرك بالتثبت من الأخبار، يا أيها الذين آمنوا. ولا يكون الهدف في التثبت من الأخبار لأتثبت وأخذ المعلومة وأقوم أيضا بنشرها؟ لا، أنا قلت هذا، في قلت هذا سابقا، الخبر الصحيح أيضا. أنا بداية نتثبت من الخبر، بعد أن نتثبت من الخبر هل نرى هل مصلحة الإسلام والمسلمين تقتضي أن ينشر هذا؟ بجوز أن المصلحة أني أنا أهمس في أذن هذا الذي يعني اتصف بهذه الصفة كنصيحة، كأمر بالمعروف، كنهي عن المنكر، أما يعني ليس المطلوب أن ينشر. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الزانية
معترفة أشاح بوجهه عنها وكأنه يوحي إليها أن اذهبي واستغفري الله وانتهى الموضوع. وعندما أكدت على ذلك 4 مرات أصر أو كان مطلوب منه أنه يقيم الحد عليها. ومن هنا الإسلام بداية أمر بالستر حتى لو كانت الأمور حقيقية وصحيحة وتزيد. شيخ أنت يعني تفضلت وقلت أنه إذا كان مصلحة الإسلام والمسلمين بكل تأكيد أن الخلاف لا يفسد القضية ود. في الوقت الحاضر تعددت الأفكار والمذاهب والأحزاب والطوائف وكل إنسان يقول لك أنا بختلف مع فلان إذا لازم أنا أروج له الإشاعات لتسيء له من باب أنه هو يخالفني فيصل إلى درجة يعني الخلاف المضجع بأنه لا يقبل الآخر مما يؤدي إلى إثارة الإشاعة. الخلاف يا أستاذ الكريم قد أختلف معك ولكن إحنا كمسلمين هناك حقائق ما في مجال للاختلاف عليها. الحقيقة الأولى أنني يجب أن أكون صادقا ولو أنا مختلف معك ولو أنت عدو لي هكذا علمنا الإسلام أن تكون صادقا حتى مع عدوك لابد أن تكون صادقا. أما أن تختلق لأني أنا اختلفت معك في قضية من القضايا في بيع في شراء في زواج في طلاق في كذا أن تلفق لي التهم هذا أمر يعني لا يليق ولا يجوز. لابد من الصدق والرسول صلى الله عليه وسلم كان صادقا حتى مع من أجمعوا على قتله ليلة الهجرة كان صادقا وأمر علي رضي الله عنه أن يرد إليهم أموالهم. أما المسلم صادق لا يكيل حتى العدو لا يكيل التهم. هذا كان مع العدو فكيف إذا كان مع مسلم يعني مهما كان أختلف معه بالرأي خلافي معك إذا أدى إلى مثل هذا يصب في مصلحة العدو المشترك لنا أنا وإنت في خندق واحد والعدو صواريخه ورصاصه لا يفرق بين فصيل وفصيل ولا حزب وجماعة إطلاقا هو يعادي الجميع يعادي كل فلسطيني وبالتالي أنا وأنت وإن اختلفنا الأصل ألا يصل بنا الأمر إلى مثل هذا. إذن يجب التثبت من الأخبار والله سبحانه وتعالى كما أمر بالصلاة أمر بالتثبت. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بنفس المستوى هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا في البداية يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع يكفيه إثما لدخول النار أن يحدث بكل ما يسمع. الواجب الثاني عدم ترديد الإشاعة ونشرها حتى لو كان صحيحة لأن هذا يصب في خندق العدو لصالح العدو ويضر بالإسلام والمسلمين. أنا مش معني أكشف عورات المسلمين أنا معني أستر عورات المسلمين. الأمر الثالث إذا كانت هناك قضية أن ترد إلى أهل الاختصاص فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر يعني أهل الاختصاص. أما لا يجوز يعني سمعت مثلا كلمة أو جملة أو اتهام لطبيب أنا لست طبيبا ما بيصير لا يسمح لي الإسلام أني أنا أنزل في ساحة هذا الطبيب أنا لست طبيبا. بجوز اللي نقل الصورة نقلها خطأ الطبيب هذا ما أخطأ لو عرض الأمر على ناس مختصين يقولوا لا هو تصرف صح وبالتالي لابد من إعادة الأمر إلى أهله والتثبت من المعلومة. قد يكون المبلغ قد اقتطع جزء معين من موقفك أو كلامك ونقله بالصورة الذي يعني إما بقصد إذا كان خبيث أو عن جهل ممكن يكون عن جهل هذا الكلام وبالتالي لابد من التثبت. والأمر الرابع الذي أختم به ما يجب على الإنسان المسلم تجاه الإشاعات أننا نحن مجتمع مسلم لابد من التماسك لابد أن يسامح بعضنا بعضا وأن يغفر بعضنا لبعض زلاته وأن لا يتتبع أحدنا عورات الآخر فكلنا عورات كلنا لنا عورات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره. فلا بد أن نتمثل بهذه الأخلاقيات وبهذه الآداب التي أمرنا الإسلام بها لتكون سلوكياتنا تعبر عن ديننا وتعبر عن أخلاقنا التي اقتبسناها من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذا بكل تأكيد على المسلم أن يستشعر رقابة الله عز وجل عليه في كل حركاته وسكناته. نعم. فضيلة الشيخ يعني الإنسان الذي يسعى لإثارة الإشاعة إذا قد صنف ووضع نفسه في دائرة الفسق هل هو قد يكون جمع بين الكذب والفسق يعني أثار إشاعة كاذبة مع إثارة الإشاعة قد يكون طعن في عرض إنسان آخر. نعم. يعني ما العلاقة بين الفسق والكذب؟
أنا قلت لك أن الفسق هو أن يخالف الإنسان شرع الله سبحانه وتعالى، ومجرد أنه كذب فهو دخل في دائرة الفسق. والآيات التي تحدثت عن الكاذبين ومآل الكاذبين كثيرة، واللعن لهم من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله ومن المؤمنين في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان جمع بين الكذب وبين أمور أخرى ليسيء إلى الناس، فهذا يعني أصبح يعني درجة الفسق عنده درجة راجحة جدا جدا جدا. ولكن نحن نقول أن باب الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم باب التوبة مفتوح، والإنسان قد يخطئ، ولكن الأصل ألا يتمادى في الخطأ. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني ذكروا أن ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبهم، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. أنا يعني أخطأت معك وأنا أعتذر عن هذا الخطأ وأتوب إلى الله وبتأسف لك، واللي بدك إياه أنا مستعد عشان تكون أنت راضي لأني أنا أخطأت. فهذا إنسان يغفر الله سبحانه وتعالى له، والفسق من فضل الله سبحانه وتعالى لا يكفر الإنسان. يعني الفاسق لا يخلد في النار، الذي يخلد في النار هو الذي يموت على الكفر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا نظرنا إلى المجتمع نجد أن الكثيرين من الناس في دائرة الفسق. هناك من لا يصلي، هناك من يأكل الربا، هناك من يقطع الرحم، هناك من يسيء إلى المسلمين، هناك من يشيع ضد المسلمين، هناك من يطعن في الآخرين لتحقيق مصالح. كل هذه تؤدي إلى الفسق، ولكن لا بد من التوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، فيجد الإنسان الله غفورا رحيما. فضيلة الشيخ، قد يكون من أسباب إثارة الإشاعة الخواء الروحي، الهوى، يعني قلة الدين. نعم. وقد يكون الفراغ. نعم. ما هو المطلوب من الشباب في الوقت الحاضر يعني لتعبئة هذا الفراغ؟ هو الفراغ، يعني الفراغ أصلا الفراغ في حياة المسلم غير موجود. إذا كان المسلم مسلما، أنا أستغرب ممن يشكون أن عندهم وقت يعني لا يدرون كيف يستغلونه. أحيانا تجد أنك مضغوط في الوقت، لا تجد وقتا نصف ساعة لتقرأ وردك من القرآن الكريم أحيانا. يعني المسلم فيش إشي عنده اسمه وقت فراغ، أضيع وقت، أقتل الوقت. لا، الوقت ليس من ذهب كما يقولون. لا، هذا مقولة خاطئة. الوقت هو الحياة، حياتك أغلى من الذهب، أنت تنفق الذهب من أجل أن تحافظ على حياتك. ومن هنا الوقت لا بد من استثماره واستغلاله في كل ما يفيد، إما في أمور الدنيا، وهذا ليس حراما، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، لأن إعمار الدنيا لا يقل قيمة في حياة الإسلام الإنسان المسلم عن إعمار الآخرة. فلا بد للشباب المسلم خاصة وللمسلمين بشكل عام أن يبلؤوا وقت فراغهم، إما بما يعود عليهم في الدنيا بالخير بما لا يعارض شرع الله، وإما بما يعود عليهم في الآخرة من خير أيضا وفق شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعبد بما أمر، ولا يعبد الله سبحانه وتعالى بغير ما أمر. أما وقت فراغ وقت تسالي وانصياع وراء الشهوات، هذا سيؤدي إلى دخول الشيطان، وإذا دخل الشيطان حصل كل شيء. في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني وقفنا على الجزء الأول من الآية، الجزء الآخر من الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا من الخبر، لأنكم إذا نشرتم خبرا، إذا نشرتم خبرا ولو كان صحيحا وأدى ذلك إلى الإساءة إلى هذا المسلم، وليس من مصلحة المسلمين نشر هذا الخبر، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والندم هنا يشمل موقعين، موقع ممكن يكون في الدنيا وموقع في الآخرة. إذا ما نظر إلى إثم هذه الكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يحاور عائشة رضي الله عنها وذكر صفية، فأشارت عائشة بيدها، لم تتكلم عائشة رضي الله عنها، لم تتكلم، أشارت بيدها هكذا تشير إلى أن صفية قصيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. بتعكر مية البحر، كلمة من سيدة نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، من عائشة بنت الصديق، كلمة
كم من الكلمات يتكلمها الرجال والنساء في مجتمعنا الذي ينتمي إلى الإسلام. هناك من ينتمون إلى الإسلام حقيقة بالاسم، ولكن الإسلام إذا لم يترجم سلوك فهذا ليس الإسلام الذي أراده الله. الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعن الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجتنب قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه. عن الحج قال الله النبي صلى الله عليه وسلم من الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن عباداتنا مرتبطة بسلوكيات، إذا لم تترجم إلى سلوكيات فلا قيمة لهذه العبادات، لا نرتقي ولا نرتفع عند الله سبحانه وتعالى إذا لم تترجم عباداتنا إلى سلوكيات في الشارع. لابد أن نفهم أن الصلاة فريضة وإماطة الأذى عن الطريق فريضة، لابد أن نربط هذا بهذا. ولكن للأسف الشديد النظر إلى مجتمع المسلمين يجد أن هذا الأمر يعني بعيد في كثير من الحالات. يعني من أهم سبل العلاج التي قد يعني نرسلها للناس للتوخي والتوقي والحذر من الوقوع في هذا المرض وهو نشر الإشاعة، أولا ودائما والنصيحة الأولى تقوى الله. لا بد لأحدنا أن يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. كيف أعبد الله؟ كأنك تراه. إذا أردت أن تقوم بعمل أمام صاحب العمل أنت تتقن العمل، فكيف إذا كان العمل لله؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك الله سبحانه وتعالى، يراك الله، يسمعك الله، يبصرك الله، مراقب لك في كل حركاتك وسكناتك. ومن هنا لابد للإنسان أن يتقي الله وأن يراقب الله أولا، ثانيا أن يعلم أنه كما يتكلم على الناس ويسيء إليهم قد يكون هناك من يتكلم عنه ويسيء إليه. أتحب أن يساء إليك؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما عاتب أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال له عندما أقسم أبو بكر ألا ينفق على مصطح لأنه تكلم في شأن عائشة رضي الله عنها، أنزل الله قرآنا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وأنا أسأل هذا الذي يسيء للناس هل تحب أن يساء إليك؟ الجواب لا. ومن هنا لا تسيء، لا يجوز لك أن تسيء إلى الآخرين. مراقبة الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد لأحدنا أن يحمي نفسه. كيف تحمي نفسك؟ بأن لا تعتدي على الآخرين. يعني في إحدى المرات رجل كبير السن عنده خبرة، ابنه أراد أن يسافر إلى بلد ما لكي يتعلم في بلد أجنبي، فقال له أنا أريد أن أطلب منك طلبا، ما هو؟ إله بنت ولد، مخلف ولد وبنت، الولد بده يسافر والبنت بده تضل عند أبوها. فقال له حافظ على أختك. طب أنا مسافر وأختي عندك، كما تدين حافظ على أختك، أي لا تنحرف حتى لا يبتلي الله سبحانه وتعالى أختك بمن ينحرف. ومن هنا إذا أراد أحدنا أن لا يساء إليه فعليه أن لا يسيء إلى الآخرين، وتقوى الله هي رأس الأمر في هذه الأمور. نعم. قد يظن البعض بأنه يعني إذا رأيت فلان يتصرف بتصرف لم أطلع على مضمون هذا التصرف أو الكلام أو القول فأعطي رأيي بصورة مطلقة، حرية الرأي إلى أين تنتهي؟ الله سبحانه وتعالى وهو الله، الله كلمة الله كلمة عظيمة تحتاج إلى حلقة كاملة للحديث عنها. الله القادر أعطى حرية للإنسان في اختيار الدين، لا إكراه في الدين. لا يجوز لك كمسلم أن تكره نصراني ولا يهودي، في ذاته لكن لا يجوز لك في الآخرين. ومن هنا لا يجوز لنا أن تكون عندنا حرية مطلقة في الاعتداء على الآخرين. هذا مش حرية اسمها، هذا اسمه تعدي، هذا في الإسلام اسمه تعدي، مش حرية. أنا رأيي كذا، رأيك إذا كان مش مطلوب إنك تحكيه ما لازم إنك تحكيه. الرأي يحكى في شهادة، في قضية، في بيان حق. أما جزافا إذا طلب منك، إذا جزافا أنا أتبرع بأن أعطي آراء تسيء إلى الآخرين فهذا أمر حرام.
هذا أمر حرام وهذا أمر لا يليق. إذا كان كما قلنا قبل قليل أشارت أنها قصيرة وهي لا تقصد الإساءة إليها، هي تصفها، فهذا حرام، هذا حرام، واعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حرام. فما بالك إذا كان يعني والله أنا بحكي رأيي، أنا رأيي في فلان كذا وأنا رأيي في فلان كذا. طب الآن شو قيمة رأيك في هذا الموضوع غير الإساءة ولو ونشر الإشاعة العنان للناس بشكل عام؟ كل واحد بده يحكي رأيه وأصبح ربنا سبحانه وتعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذا نسبة الآراء السلبية راح تكون أكثر من الإيجابية، ونسبة المثقفين والمتعلمين أقل غالبا، ومن هنا راح ينتشر بين الناس الشيء الفاسد والشيء الغلط والشيء اللي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. نحن مجتمع مسلم يجب أن نحرص على نشر الفضائل، يجب أن نحرص على نشر الفضائل، ولا يجوز لنا أن ننظر إلى الجزء الفارغ من الكأس حتى لو كان كبيرا. أنا بأنظر إليك الجزء الإيجابي، الجزء السلبي لا يجوز لي أن أنشره. وإذا كان هناك أمور أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، كما قال الإمام الشافعي بيني وبينك مش فضيحة. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام الناس ولو أنا بحكي صح، أنا أقول صوابا وحقيقة، أنا أقول هذا لا يصلي، هذا كذا هذا كذا، سماها الإمام الشافعي فضيحة مش نصيحة، لا تكون النصيحة هكذا. فضيلة الشيخ، في ختام هذا اللقاء لك منا جزيل الشكر، كما ونشكر مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع، على أمل اللقاء في حلقة قادمة. نستودعكم في حفظ الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله، بارك الله فيك.